عويد. سيد الرئيس، أنا مهمن هذه مشاريع القوانين الثلاثة، وإن كنت سأخرج لضرورة حتمية مصادق عليها واحد تلو الآخر، ونختار نقول أعلن أن فعلا إضافة الجديدة لتصحيح المنظومة الديمقراطية في موريتانيا، وهذا من الأمور اللي نحيي عليه فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس الحزب، رغم أني أنا بعد مهنئهم بمناسبة الإطلالة لسنة 2018 اللي يجعلها إن شاء الله على موريتانيا سنة خير وسنة مليئة بالسكسي. ونختار نتوجه بطلب من هذا المنبر للأستاذ سيدي محمد المحم رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وهو أنه يطلب والله يسمح للنواب بعلنهم يقدموا له تقارير والله بعد كل راغبين منهم عن الدوائر الانتخابية اللي يمثلوا، بياكل هنا يعطوا صورة باللي النايب دور التحليل ودور التدقيق ودور ملي إعطاء رأيه اسماء رأيه لله يعدد وراه رأيه، ما هو قرآن ولا هو حديث يقير بعد إسهام من خلال تجربته الطويلة خلال خمس عمان أربع عمان أهلة عمان سنة سنتين يدلي بدلو بذاك اللي يالله قراءته تعود ملي تقيم قراءته وينشا فيها الصدق وتنشا فيه القدرة على تحليل المعطيات ويزاد منه على كل حال اللي جان يسوى لا يتعود عاقب هذا مسؤول عن ذاك العمل اللي بذاكه. وبالتالي هذا الطلب طالب منه، رغم انه على كل حال رئيس الحزب يعرف الشيخ المبارك منادل ويعرف خالف دبيته ويعرف نايل في الجمعية الوطنية ويعرف على انه من هاي المنبر يدور عود يشهد لي اني ما قد كلمت بقضية خاصة اطلاقا اطلاقا، بي اللي عندي كبريات المنطقة اللي الشرف يمثلها وهمومها وكبريات أمورها. وهون السيد الرئيس من اللي يشهد لي ملي على أهلة مساي واحدة السعي للإجماع وللوفاق والبذل فيه كنقطة أولى، بي اللي دوري كنايب الوقوف على نفس المسافة من جميع المواطنين، وهذا نختار عود ما هو قنوت ثلاث الصبح وجميع ملي الوقوف من جميع التشكيلات السياسية اللي موجودة في المنطقة، يسوى كانت التحالف يسوى كانت الوئام يسوى كانت الفضيلة، وشاكر أدوارهم اللي قاموا بهم أثناء زيارة رئيس الجمهورية الملك طلح جار، وشاكر ملي دورهم أثناء زيارة رئيس الوزراء الملك طلح جار، وشاكر دورهم زيارة رئيس الجمهورية للاك مثمن دورهم ولان من الناس اللي يجحدوا. وهذا هو اللي شعني على اني كنايب نطلب من يوم عده نايب ما زلت خلف الاجماع والمد اليدين للناس كامله تثمين الناس وتقدير جهودها اللي وصلتني يا غير مد يد الناس ملي الاخرى اياك تعود وهذا قد عود ما وتعيك الساعه غير الحمد لله والشكر له اللي بدت الناس اليوم توعاه وتاتي متاخرا خير من ان لا تاتي. ونختار نعلم من المنبر لهالمقطع الحجار اعلن ما حد منهم متالم والله داقته شوكه والله مهمش والله مغبون، الشيخ المبارك واقف معاه، ادعوا الناس كامله للاجماع وادعوها للوفاق يا غير المحرومين والمهمشين واللي راي انهم ما شايفين في ذاتهم غير معدل، الشيخ المبارك واقف معاه بصوت عالي الين يجبر الشريف مكانته ويجبر الوضيع اللي انا ما في ذهني وضيع مكانته تجبر الناس كامله مكانته. وبالتالي ادعيت نقطة ثانية اعلن كبار المسؤولين يعودوا على نفس المسافة من جميع المواطنين، ودعيت في نقطة ثالثة الشيخ حضر مشاريع القوانين في ودعيت في النقطة الثالثة والأخيرة اعلن السياسة كشيح مغطاها سابق أوانه يقيم روايح لا تحمد عقباها، وهذه النقاط الثلاثة اللي قسمت عليكم بها بالقرآن ما قد حرفت عليهم منهم، محاولة الإجماع والوفاق دعوة كبار المسؤولين لغنفة عقب ذاك ملي ترك السياسة اللي بيحمو جبهة ولا هنا نرجع للموضوع. وهذا حدا ما خلينا نقول شيء ثاني، حدثين مهمين هذه الموريتان، حدثين هامين هذه الموريتان خارج الموضوع حدا ما خلينا نقولهم 96 97 إلى ما خانتني ذاكرة خلقوا حدثين هامين وله اسم الله النواب، هو على اني شفت في التاط رارت دعوه للنايب
اللي يرحمه حمود ولا احمد في التاطرارك للشيخ محمد لمين والسيد محمد، ودعوه في الدخينه للشيخ من الشيخ محمد لمين والسيد محمد الله يرحمه الحمود ولا احمد. معناه شنو؟ معناه انه نبذ الخلافات وطي صفحه الخلافات. ومن ذيك الاجتماعات مشى الشيخ المبارك دان سون اسبري il n'y a pas un chapitre pour les litiges. وراجع لنا هاي الاجتماعات اعلنها ان نتائجها يجعلها ان شاء الله في ميزان حسنات المعنيين بها والقائمين عليها والموريتان اللي تستفاد منها. الخلاف ما يخدم الناس، اللي يخدمها لا الاخوه ولا التوحد، ويعلن الناس تكبر عن الخلافات وتعود فوقها. والشيخ مولي ما يقسم قاع العشاء على ونزود حد ينعاد به، خير تخش تقسموا الناس الخلاف ياك هو صح ولا ما بقى حد عود ما عودته. يا قليل نعود الشيخ يقسم العشاء وينصبوا من لا يصحح يلعاد ما هو طايب. وسمحوا لي هاي اللغه يقول لي شكرا تقليديه والسلام عليكم ورحمه الله.